اي حد ملوش علاقه بالنقابه هنبعت له كشف، لا هينفع ينزل في اعلان ولا هينفع ينزل في في في, في مسلسل ولا هينفع يغني في حفله. فبالتالي هو ولا يطلع في برنامج ولا برنامج بالظبط كده. يعني جوه مصر بالزبط. اللي ممنوع ممنوع على الكل، لكن انتوا بتقولوا لو سافر بره مصر ماليش دعوه. لا مالناش دعوه طبعا دي. يعني ايه؟ طبعا. بالظبط. صح. صحيح. استاذ هاني، استاذ هاني انا عايز اقول حاجه بس. انا كمصري انا ليا اعتاب بس بسيط. انا زعلت جدا ان انا اتقدرت بره وعملت دويتو مع الجيبسي كينجز وعملت دويتو عالمي من اسبوعين، وبتضايق لما بلاقي تقدير للناس التانية ومش بلاقي تقدير ان انا عامل حاجة مهمة جدا بره وما لقيتش التقدير ده في مصر ولقيت التقدير للناس تانية. ف ما لقيتش التقدير ده داخل الوسط تقصد مش في مصر؟ لان انا شفت حضرتك مع الاستاذ عمرو الليسي، شفتك في برامج اخرى، وشفت الاحتفاء بيك داخل وانت ما كلمتني. انا قلت لك طبعا شادي اخويا الصغير يعني وحبيبي وصديق عزيز، لكنه فنان وله جمهوره وله قيمته وكلنا بنحبه وكلنا بنحترمه. هو اصيب اي نعم شويه بلعنه عبد الحليم، لكن عدت الحمد لله على خير وربنا كرم. محدش يا ابني يعمل عبد الحليم، صدقني انا يا شادي. المهم ان ايوه المهم ان هو عدم الاحتفاء بيك تلفزيونيا ما تقدرش تقول مش مصر يعني. لا، ممكن نقول ان اخواننا اللي بيسلطوا الضوء على بعض اخواننا هنا موجودين، ده في حد ذاته بلوى، ده مصيبه سودا. عاشور ترندات ان انت تجد ان عاشور عايز بدل ما تروح تصور حمو بيكا ونعمل بيه حاجه. سامع؟ في ناس عملت حاجه نصورها ونلقي الضوء عليها، فده التعبير الاصح اللي انا عايز اقوله. اشكرك يا باشا.